بيكم متابعي صدى البلد وبرنامج إزوم أفريكا. إحنا موجودين في غرب أفريقيا وهي البلد 39 من حيث المساحة في العالم. عاصمتها لوساكا هي إيه؟ هي جمهورية زامبيا. إحنا النهاردة موجودين في بيت السفير الزامبي وهنقدم لكم فقرات ومعلومات كتيرة جدا عن دولة زامبيا. تعالوا دلوقتي نبتدي حلقتنا ونشوف. متابعي زوم افريقيا اهلا بيكم. دلوقتي معانا حوار مختلف تماما بعيدا عن الرسميات والدبلوماسيه وهو هيكون مع سعاده السفير توبولي لوبايا وسفير جمهوريه زامبيا في القاهره. برحب بيك معالي السفير. بدايه عايزه اعرف ايه العلاقه وايه وجه التشابه ما بين الشعب الزامبي وشعب مصر. I've been now here in Egypt for quite a while. And I've seen quite a number of similarities between Zambia and Egypt. But most striking, the family. أتواجد في مصر منذ فترة طويلة. وجدت العديد من التشابه بين العادات والتقاليد بين مصر وزامبيا. ولكن أهم أوجه التشابه بينهم هي الترابط والوحدة العائلية. We like family relations. Secondly, I've also liked the aspect of agriculture. Egyptians, when you go in the outskirts, they are hard workers in terms of agriculture. من حيث الزراعة لقد لاحظت أن المصريين يعملون بجهد في مجال الزراعة وهو نفس الشيء في زامبيا. That are involved in agriculture. Another similarity that I have really liked is the aspect of trading. Egyptians, they like trading. لاحظت أيضا في مجال التجارة فالمصريين يحبون التجارة ويمكنهم التسويق لأي سلعة سواء تجارية أو زراعية وهو في نفس الشيء في زامبيا. من خلال تواجد حضرتك في مصر إيه أشهر الكلمات اللي تعلمتها باللغة العربية وإزاي حسيت الشارع؟ I must confess that I'm a very poor learner, but I've learned things. Salam alaikum, tayar. يجب أن أعترف بأنني أتعلم العربية ببطء، ولكن تعلمت كلمات مثل السلام عليكم وتعالى، وتعلمت أيضا العد مثل 1 2 3 وحتى أرقام أخرى كثيرة. وبما أنني كثير السفر على الطريق فتعلمت أيضا الاتجاهات مثل يمين شمال على طول شوية شوية. بكم 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 شوية 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 شوية. وأيضا كلمات ترحيب بالناس مثل أهلا وشكرا. شكرا جزيلا. شكرا. لو اتكلمنا بقى عن الاستثمار، دولة زامبيا أنا عارفة إن هي ليها فرص استثمار واعدة جدا. أنا لو أنا مستثمر عايز أعرف إيه الإجراءات اللي أنا أستثمر فيها وإيه أشهر المجالات اللي أنا ممكن تكون جادة في دولة زامبيا. Yes, when we are talking about investment opportunities in Zambia, at the moment we are talking of 5 priority areas. First is manufacturing. We would like to set up. نعم، دورنا كسفارة في القاهرة هو جذب الاستثمار لزامبيا، والمجالات الرئيسية التي نود جذب الاستثمار إليها هما 5 مجالات. أولهما التصنيع، حيث تسعى زامبيا لبناء قاعدة يمكن من خلالها تصنيع العديد من المنتجات. ثانيا الزراعة، حيث تمتلك زامبيا مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة، كما لديها قدرات في مجال الثروة السمكية تحتاج
الإنتاج لمستثمرين. ثالثاً السياحة. لدى زامبيا الكثير من عوامل الجذب السياحية، فنتكلم عن العديد من أنواع الحيوانات البرية، طيور والحيوانات المائية، وأيضاً شلالات فيكتوريا وهي إحدى عجائب الدنيا السبعة والموجودة في زامبيا. فالسائح عندما يقوم بزيارة زامبيا سيجد العديد من الأماكن السياحية لزيارتها. رابعاً التعدين في زامبيا، فزامبيا مشهورة بمناجم النحاس، فنحن نعد من أكبر البلاد المصنعة للنحاس في العالم، ومن النحاس نصنع أسلاك الكهرباء والعديد من المنتجات، ولدينا أيضا مناجم الذهب والأحجار الكريمة. خامسا مجال الطاقة، فسوف نكون سعداء جدا باستثمار مصر في مجال الطاقة في زامبيا، فخورين بأن أكبر شركة مستثمرة في الطاقة في زامبيا هي شركة مصرية، وتعد هذه المجالات الخمس هي الأهم في زامبيا في الوقت الحالي. لو اتكلمنا بقى عن السياحة، وده مجال مهم جدا مهتم بيه مش بس القارة الأفريقية لا كمان دول العالم، ايه أشهر الأماكن السياحية في دولة زامبيا، وايه الخطوات لو أنا عايز أروح أعمل سياحة في جمهورية زامبيا؟ Tourism that is the fifth area of investment that a person can think of. But as an individual, all tourists are invited to come to Zambia. السياحة تعد من أهم الاستثمارات لزامبيا، ولكن بالنسبة للأفراد فالمصريين جميعهم مدعوون لزيارة زامبيا، فزامبيا هي موطن إحدى عجائب الدنيا السبع وهي شلالات فيكتوريا، وزامبيا هي موطن العديد من أنواع الحيوانات مثل الأفيال، الزراف، البقر الوحشي الأسود، ولدينا أيضا عددا من الطيور النادرة، ويمكن لأي سائح يريد زيارة زامبيا أن يقوم بالتقدم للتأشيرة عبر الموقع الإلكتروني، ويمكن السفر إلى زامبيا عبر العديد من شركات الطيران مثل الخطوط الأثيوبية والخطوط الإماراتية ومصر للطيران، وأيضا الخطوط التركية. والوقت الذي ستمضيه في زامبيا لن ننساه، وسوف تكون ذكرى رائعة، وأنصح أي شخص بزيارة زامبيا حيث إنها غير مكلفة والإقامة ووسائل النقل غير مكلفين. لدينا عدد كبير من الملاهي و35 محمية طبيعية. To Dubai and then into Lusaka. في النهاية بنشكر معالي السفير جمهورية زامبيا اللي كان معانا في زوم أفريكا. دلوقتي هنتنقل لمكان تاني خالص ويخص المرأة تحديدا مع مدام سيلي، استنونا. شكرا. فقرة بتهم كل الستات والبنات مع زوجة معالي سفير جمهورية زامبيا في القاهرة مدام سيلي. برحب بيكي مدام سيلي. Oh, thank you very much. Welcome to the Zambian residence, Sally. في الأول عايزين نعرف إيه أشهر عادات العادات والتقاليد في دولة زامبيا، وخاصة العادات الطريفة في الزواج. شكرا جزيلا ومرحبا بك في منزلنا. حسنا يا سالي، زامبيا لديها 72 لغة محلية و72 مقاطعة، وكل منها لديها عاداتها وتقاليدها المختلفة عن الآخرين. وفيما يتعلق بعادات الزواج فهناك عادات مشتركة بترتيبات الزواج، فعندما يقع الرجل في حب امرأة يقوم بإرسال شخص آخر كوسيط لعائلة المرأة. أما عند القيام بترتيبات الزواج فهناك طقوس خاصة وتسمى نجولة، ويقوم بها الزوج للتعبير عن امتنانه لعائلة الزوجة، حيث أنه من الصعوبة تربية طفلة حتى تصبح امرأة، وذلك بالنسبة لترتيبات الزواج. وبالطبع فإن هناك البعض من الاختلافات بين منطقة ومنطقة، فعلى سبيل المثال هناك مناطق تكون فيها عائلة الزوجة بتقديم وليمة للزوج كتعبير عن امتنانهم له. من خلال تواجدك هنا في مصر وعيشتك، قولي لي ايه اشهر الاكلات المصرية اللي انت حبيتيها وبتعرفي تطبخيها ولا لا؟ نعم، فأنا أحب الكشري والكفتة، سواء كفتة الدجاج أو كفتة اللحم، والخبز أيضا.
بجميع أنواعه، ولكن لا أتذكر أسماء الأنواع. ولقد قمت بشراء كتاب طبخ مصري وأحاول طبخ العديد من الوصفات المصرية، وأيضا المحشي المصري بالأرز فطعمه رائع. اللبس الأفريقي الزامبي بقى، يعني الألوان الستايل، عايزين حضرتك تكلمينا شوية عن اللبس في دولة زامبيا. حسنا، فزامبيا لديها ثقافات مختلفة تؤثر على مظهر الأزياء. فكما تعلمين بأن لدينا تاريخ من الحكم الإنجليزي مما أثر على مظهر الأزياء، فالملابس النسائية عبارة عن خليط ما بين الطابع الغربي والطابع التقليدي في زامبيا، حيث معظم النساء يقومون بارتداء ملابس مصنوعة من قماشة تسمى تشيشينجا، ويمكن تنسيقها مع أقمشة أخرى والأزياء الحديثة. فالنساء في زامبيا مهتمون جدا بالأزياء والأقمشة لصنع العديد من الموديلات. ففي الجزء الغربي في زامبيا هناك ما يسمى بالسيسي، وأيضا الأزياء المختلفة الأخرى والتي عادة يتم لفها على الخصر مصنوعة من تشيشينجا. وأخيرا فإن الأزياء في زامبيا هي خليط بين الحداثة والتقليدية المصنوعة من قماشة التشيشينجا. ودائما تحاول المرأة في زامبيا الاهتمام بالموضة وتحاول أن تواكبها مع الاحتفاظ باللبس التقليدي. شكرا جزيلا لك، ونحن نتعلم كثيرا من المصريين ونتمنى أن تدوم الصداقة بيننا. ودعيني أبدي إعجابي على الملابس التي ترتدينها، وهي شبيهة مما كنت أتكلم عنه وهو المصنوع من قماشة التشيشينجا. أنا طبعا بدعو إن كل المصريات يجربوا اللبس الأفريقي زي ما أنا لابسه كده، الألوان مبهجة جدا ولطيف، ممكن يليق كمان على حسب الستايل على كل واحدة. دلوقتي هنتنقل، طبعا بنشكر مدام سايلي على الفقرة دي، دلوقتي هنتنقل لفقرة تانية وهي فقرة المطبخ في زامبيا. متابعينا دلوقتي وصلنا لفقرة هتجوعنا كلنا وهي فقرة المطبخ. احنا دلوقتي موجودين في المطبخ الزامبي وهنطبخ دلوقتي أشهر أكلة لا يمكن يخلى منها أي أكل سواء فطار أو غدا أو عشاء، وهي الشيمة. دلوقتي عايزين نعرف مدام سايلي قولنا هنطبخ الشيمة ازاي وإيه تكوينها. أوكي. طريقة عمل الشيمة. أولاً دعيني أشرح لك قليلاً، فالشيمة تعد الأكل الرئيسي لدولة زامبيا، وهي صنف يتم طبخه من دقيق الذرة ويتم خلطه بالماء ويتم تقليبه حتى يتماسك، وبعد ذلك نقوم بإضافة المزيد من الماء ودقيق الذرة مرة أخرى مع التقليب حتى يصبح الخليط مهروساً، ويتم تقديمه مع الدجاج أو اللحم أو الخضروات، وهي الأكل الأساسي على المائدة في زامبيا. دعيني أريك كيفية طبخ الشيمة. فذلك الخليط نتركه لبعض الوقت حتى يغلي، وذلك هو دقيق الذرة، نقوم بإضافته إلى الخليط، نقوم بالتقليب حتى تصبح كتلة سميكة. يتم التقليب ثم يتم إضافة الدقيق والماء عادة حتى نحصل على السمك المطلوب. هذه هي الشيمة حتى تصبح ناعمة، ثم نقوم بتغطية الشيمة لمدة دقائق. يتم تقديمه مع الدجاج أو الخضروات، وهو عادة يتم تناوله في وجبة الغداء أو العشاء، ليس على الإفطار. ولكن بالنسبة للرجال الذين يعملون بجهد يريدون أكله في الصباح حتى يعطيهم الطاقة. متابعينا خلصت حلقتنا النهاردة، وإحنا بعد ما طبخنا وكلنا وقدمنا العديد من العادات والتقاليد، نشوفكم حلقة جديدة وزوم أفريقيا. باي باي.